تعالوا بقى نعمل البقلاوه. البقلاوه لازم تكون بارده تماما عشان نقدر نقدمها بالطريقه اللي احنا هنقدمها بيها دي. ف هتعملوها وتبردوها، وبعد كده هتقوموا جايبين ايس كريم يا اما فانيليا يا اما مستكه. ماشي. الطريقه الاصليه انكم تاخدوا قطعه في طبق التقديم بتاعكم وتفتحوا القطعه دي كده مقرمشه وجميله، وتحطوا الايس كريم وترجعوا تقفلوا عليه. اهو المفروض ان انا ابطط دي كده، ده الصح اهو. وبعدين احط هنا. تتباع القطعه دي بفلوس كتير قوي 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 في المطاعم، وهي ما فيهاش حاجه خالص زي ما انتوا شفتوا كده اهي. وبعدين احط شويه حلاوه شعر وشويه فستق لزوم التقديم، او تقدموا بقلاوه عاديه. يعني انا بس حبيت اعمل معاكم فكره لذيذه للتقديم، خاصه لو في ضيوف او تجمعات او حاجه. ها، لكن يعني بقلاوه العاديه ما فيش احلى منها. برضو هنزل هنا بقى كده في الكبيره دي واحده ايس كريم. استنوا عليا معلش. تمام. عندنا ايه؟ عندنا جلاش، عندنا سمنه او زبده او زيت او ميكس ما بين اي اتنين منهم، عندنا شويه شربات بارد. دي اساس البقلاوه بالحشوه بتاعتها. الحشوه دي بقى تكون فول سوداني، تكون فستق، زي ما انتوا عايزين. بعد كده التقديم ممكن اقدمها بالشربات بس زي ما احنا بنقدمها عادي، وممكن اقدمها بالطريقه اللذيذه اللي احنا عملناها دي على سبيل التغيير. ادي الصينيه وادي السمنه عشان نحطها على النار تسيح، وادي الجلاش. بعدين اخد من السمنه صينيه بايركس اللي انتوا عايزينه، دهنه كده معتبره، انا بحب احط ورقتين ثلاثه ورقتين ثلاثه علشان كميه السمنه ما تبقاش كبيره قوي، لكن اللي عايز يحط ورقه ورقه ماشي الحال. ودايما بحب استخدم الفرشه مش المعلقه برضو عشان كميه السمنه ما تبقاش كتيره قوي، ودايما تحت اطخن من فوق علشان يستحمل الحشوه اهو. طيب، من اسرار الحشوه بقى يا حبايبي، علشان الحشوه تمسك نفسها، ما تبقى في ساعات تيجوا تعملوا البقلاوه وتقدموها تلاقوا الحشوه بتفرط كده، ده بقى من اسرار بقى الحشوه، انكم تحطوا الحشوه هنا في بوله وتحطوا عليها معلقه شربات او معلقه عسل ابيض، ده بيخلي الحشوه تمسك نفسها وما تتفرفطش. ممكن تحطوا عليها ميه ورده او ميه زهر للنكهه. شايفين عملت ازاي على طول مسكت في بعض على طول، فلما تيجوا تقطعوها ما تفرطش منكم. مش هزود بقى المكسرات عن كده، لكن انتوا طبعا تقدروا تزودوا لو حابين، بس احنا كمان عشان هنقدمها بطريقه يعني غنيه قوي، فمش لازم ان المكسرات جوه تكون كميتها كبيره. بعد كده هاخد الجلاش، كل الزيادات دي هقطعها بس مش هرميها، هعمل منها ام علي المره الجايه. لما اجي اعمل ام علي هقوم مستخدمه كل الجلاش اللي انا بقطعه دلوقتي ده، مفيش حاجه بتترمي، كل حاجه ليها استخدام وليها استغلال. بس وهذه البقلاوه هتاخد السمنه على الوش هتتقطع، هتخش الفرن تطلع
تتسقي بالشربات، البقلاوة سخنة والشربات ساقع.